السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة. معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات الجولة الأخيرة، الجولة 30 من الدوري السعودي اليوم الاثنين 27/6/2022. اليوم متابعين الكرام، الهلال فاز على الفيصلي 2-1، أحرز دفاعي الهلال أوديون إيغالو في الدقيقة 7 وأوديون إيغالو في الدقيقة 64. هدف الفيصلي عن طريق كلايسون في الدقيقة 70. الشباب تعادل أمام الأهلي 0-0، الفيحاء خسر من الاتفاق 0-1، أحرز هدف الاتفاق محمد الكويكيبي في الدقيقة 57. الطائي فاز على الحزم 3-0، احرز الاهداف توبياس في غيره في الدقيقه 34، ضربه جزاء لناولج ضاعت في الدقيقه 6 من وقت بدر الضعف الشوط الاول. الهدف الثاني عن طريق ناولج موسونا في الدقيقه 76، ومختار علي سجل الهدف الثالث في الدقيقه 87. النصر فاز على الفتح 2-1، احرز هدفي النصر غونزالو مارتينيز في الدقيقه 13 ومشاريبوف في الدقيقه 95 من ضربه جزاء. هدف الفتح عن طريق ايمن الخليف في الدقيقه 37. الاتحاد تعادل امام الباطن 0-0، الرائد فاز على ابها 1-0، احرز الهدف كريم البركاوي في الدقيقه 21. ضمك تعادل امام التعاون 1-1، احرز هدف ضمك ابراهيم النخلي في الدقيقه 88، وهدف التعاون عن طريق ليندر تومبا في الدقيقه 53. متابعين الكرام، بطل الدوري السعودي هذا الموسم هو نادي الهلال السعودي. في المركز الاول نادي الهلال في المركز الاول ب 67 نقطه، طبعا تاهل الى دوري ابطال اسيا دور المجموعات. الاتحاد في المركز الثاني ب 65 نقطة وتأهل طبعا إلى دوري أبطال آسيا دور المجموعات. النصر المركز الثالث ب 61 نقطة، الشباب المركز الرابع ب 55 نقطة، ضمك المركز الخامس ب 44 نقطة، الطائي المركز السادس ب 37 نقطة، الرائد المركز السابع ب 36 نقطة، الفتح المركز الثامن ب 35 نقطة، أبها المركز التاسع ب 35 نقطة، الفيحاء المركز العاشر ب 35 نقطة. الفيحاء بما إنه بطل الكاس تأهل إلى دوري أبطال آسيا الدور الفاصل. التعاون المركز 11 ب 34 نقطة، الاتفاق المركز 12 ب 34 نقطة، الباطن المركز 13 ب 33 نقطة، الفيصل المركز 14 ب 33 نقطة، الأهلي المركز 15 ب 32 نقطة، والحزم المركز 16 والأخير ب 17 نقطة. الفيصلي والأهلي والحزم الثلاثة دول يهبط لدور الدرجة الأولى، هبط لدور الدرجة الأولى. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. طيب، هو المفروض النصر بما انه المركز الثالث هو كمان يتأهل دوري ابطال اسيا، ده رايي، فاللي عارف معلومه في حاجه زي كده يا ريت يكتب لنا في التعليقات. طيب خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، اوديون ايغالو متصدر الهدافين، لاعب الهلال المركز الاول 24 هدف، المركز الثاني تاليسكا لاعب النصر ب 20 هدف، ورومارينو لاعب الاتحاد، والمركز الثالث ليندر توام لاعب التعاون 18 هدف، المركز الرابع عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد ب 15 هدف، والمركز الخامس كارلوس ابريليو لاعب الشباب ب 13 هدف، واميليو زلاي لاعب دمك، وكريم البركاو لاعب الرائد، وموسى مريجا لاعب الهلال، والمركز السادس فراس البريكان لاعب الفتح ب 11 هدف، وعمر السومه المركز السابع لاعب الاهلي ب 10 اهداف. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كل عام وانتم بخير، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.